السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حبيباتي في الله، مرحبا بكم مع أم نبراس. اليوم إن شاء الله جبت لكم طريقة كيفية صنع رشتة، سواء اللي كنتي للدار أو تحب اللي تحب ديرها المشروع. الرشتة هذه راح تكون رشتة بسميد رائعة بنينة بجميع طرق صناعتها وأسرار نجاحها. إن شاء الله تتبعوني ونبدأ على بركة الله. وكيفاش راح نديروها؟ أول حاجة في طريقة، أنا نسيت برك ما صورت لكمش المقادير. درت المقادير 3 كيلات سميد وكيلة فارينة، شوية ملح وماء عادي. لميت العجينة كما راكم تشوفوا هنايا، لميتها عادي كما راكم تشوفوا. لميت العجينة هنايا نورمال وحطيت خليتها ترتاح. هذه كما قلت لكم 3 كيلات سميد وكيلة فارينة، شوية ملح وما لميتها كيما نلمو العجين عادي، وحطيتها ترتاح هنا واحد ربع ساعة نص ساعة قد ما خليتها ترتاح عادي باش من بعد تجيك سهلة في العجين. بعدين هنايا العجينة تاعي حطيتها في البيتران باش تتعجن. اللي عندها بيتران تعجنها بالبيتران، اللي ما عندهاش بيتران ديرها في تعجنها بيديها نورمال. المهم ديروا سميد نتاع عجين باش ما يتعبكمش. كيما راكم تشوفوا هنا راني حطيتها في البيتران وخليتها تتعجن مليح، ولازم تكون قاسية يعني ما تكونش طرية ياسر وما تكونش شيشه، لازم يعني لازم تكون شاده روحها مليح العجينه باش تجيكم مليحه وما تعبكمش من بعد في الخدمه. كيما راكم تشوفوا، شوفوا هنا راهي شاده روحها العجينه تاعي بعد ما تعجنت. هنا انا راني درت كونتيتي كبيره، بعد ما تعجنت شدت روحها ورايحه نشدها ونكورها الى مجموعه من الكرات. كيما راكم تشوفوا هاد الكرات حطيتهم هنايا وراح نخليهم يرتاحوا باش من بعد ما يتعبونيش في الخدمه، لانكم تعرفوا لما يرتاح العجين غطيته بطوال سيري، لما يرتاح هاد العجين رايح يساعدني مليح في الخدمه. نجيب الطاوله نتاعي نرش عليها نشامل تحت، ونجيب الكرات هذوك اللي واحده من الكرات اللي ارتاحوا ونفتحها. كيما راكم تشوفوا رايح نخدموا غير بالنشامه، ما نخدموش كامل بالفرينه باش تجينا ديما الخيوط نتاع الرشته تاعنا يجونا ملاح هكذا. كيما راكم تشوفوا بعد ما فتحتها نرش نشا كامل على السطح نتاع العجينه هذه كيما راكم تشوفوا. بعدين نقسمها الى مستطيلات هكا، تحبوا مستطيلات من الاحسن انهم يكونوش مستطيلات طوال ياسر. نقسموا العجينه تاعنا الى مستطيلات باش ما تعيناش وما تعبناش من بعد في الخدمه وتجينا سهله. المهم العجينه هذه رققوها لواحد نص سنتيمتر هكذاك ولا اقل شويه، وبقوا ديروا خيوط هكذا كما راكم كما راني ندير انايا. قصوها بالجراره ولا بالموس عادي جدا. المهم ديروا مستطيلات كيما هكذا ومن بعد حطوهم فوق بعضهم. المهم ديروا نشا كامل فوق العجينه باش ما تبقاش تلصق لكم، ومن بعد باش تجمعوها خير من تبقى هكاك ملمومه فوق الطابله. ديروهم هكا فوق بعضهم، ماهمش رايحين يلصقوا لانه بيناتهم نشا كيما هكذا بالطريقه. بعدين بعد ما تجمعيهم هكذا تحطيهم فوق بعضهم، جيبي واحده من هذوك اللي قصيتيهم وتحطيهم في الماشينه على الرقيقه كامل، وتبدي تجبدي هكذا حتى ترقاق لك العجينه تاعك. وجيبي درا، احنا عندنا هاد الدراوات سبيسيال للرشته. هاد الدرا نفرشيه في الارض ولا في فراش ولا في بلاصه نظيفه، ومن بعد حطي عليه كامل اللي خرجتيهم من الماشينه حتى ينشفوا شويه، ما يولوش هكذا كيتلاصقوا، يضربهم شويه ويولوا ينشفوا، ما يولوش ثاني يابسين يابسين. شوفوا كيفاش انا بعد ما فاتت مده خليتهم هكذا ينشفوا واحد 10 دقائق الى ربع ساعه ينشفوا هكذا. من بعد ما نشفوا شوفوا كيفاش نديرهم في الماشينه تاع الشوربه وتخرج لي رشته هكا مفرقه. كيفاش تعرفي بلي راهم نشفوا؟ اذا كان خرجوا لك هكا مفرقين اعرفي بلي راهم نشفوا، لكن اذا كان خرجوا لك ومتلاصقين الشوربه تاع رشته مع بعضها اعرفيها بلي راهي مازال ما نشفت لكش العجينه هذيك اللي حطيتيها في الدرا. بعدين ندير شويه نشاك بين صبعية ونبقى نغبر فيها. نجيب الكسكاس نتاعي دركا باش نفوروا الكسكاس نتاعي، نحطه فوق صينيه ولا هكذا حاجه. نجيب شويه زيت، نحط الزيت نتاعي وندهن به الكسكاس. هنا الكسكاس راني فورت به من قبل غير كي تفكرت الخطوه هذه، راني عاود درتها لكم. ادهني الكسكاس تاعك مليح 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 بالزيت باش من بعد لما تحطيها تفور الرشته تاعك ما تلصقلكش. لازم هاد الخطوه من احسن باش ما تلصقلكش هكذا. شوفوا هنا من قبل نسى مع البنات نسى وما داروش الزيت لصقت، لذا لازم ديريها وتبدي تهزي في الرشته تاعك بشويه بشويه وتحطيها متفرقه، ما تكدسيهاش فوق بعضها باش ما تعرقش على بعضها وتخرج لك
معجنه ولا تخرج لك وحده متلاصقه مع وحده كما راكم تشوفوا هكذا بشويه بشويه بشويه، يعني ما لازمش تلضي عليها بخفيف خفيف، يعني كل شبروسان صبعك وانت تخدمي ما تخدميش يعني بيدك كامله وتلضي عليها، ولان عجينه طريه وكلش هكذا. بعدين نحطها تفور، بعد ما تفور الرشته تاعي راكم تشوفوا هكذا تخليها تفور مليح مليح حتى تصفار كما راكم تشوفوا. تقدروا تزيدوا تزيدوا فوقها طبقه ثانيه بعد ما تفور، ولا تقدروا اللي تفور تنحوها. شوفوا هنا لما درنا لها الزيت راح تتنحى لكم رشتها بكل سهوله، ها شفتوا كيفاش؟ يعني كون ما درتيش الزيت راح تلصق لك شويه في الكسكاس، تبدي تجيبي في مغرف وتجيبي في فرشيطه ومش عارفه شي تبدي تنحي وكذا وكذا. لذا من الافضل انك تدهني كل وين راح تفوري ادهني شويه بقطره زيت الكسكاس تاعك وديري. بعد ما تنحيها من الكسكاس وهذيك الرشته اللي فورت راهي سخونه سخونه ياسر مع الزيت، لازم تبقي تحلي في الرشته تاعك هكذا، ديري لها الزيت وتحليها من بعضها، ما تخليهاش هكاك مكتله كيما خرجت من الكسكاس. ديري الزيت وابقي فتحي فيها هكذا من بعضها حتى تولي كل شعره كيما هكا وحده. شوفوا كيفاش ولت هكذا، شفتوا كل وحده وحدها، مع انها كيما راكم تشوفوا دايره لكن كل شعره وحده. وهكذا في الاخير بعد ما تبرد خلوها تبرد مليح مليح مليح، حطوها في الساشيات ووجدوها وتولي سهله للاستعمال. اللي حابه تبيع تبيع، واللي حابه تخدمها للروحه تخدمها، يعني رائعه جدا ومقادير جيد مليحه وحاجه نظيفه. ان شاء الله تكونوا استفدتوا منها. دمتم في رعايه الله وحفظه. السلام.